بالنسبة للشؤون الأكاديمية عندنا أنواع المعاهد للغة، زي ما أنتم شايفين هنا في جامعة كومرس موجود عندنا معهد، والمعهد هذا يعتبر بالنظام السمستر اللي هو زي الجامعة. أوكي، هنا المعهد هذا بيعلمك إنه كيف تكون كطالب بكالوريوس بتدرس نظام الساعات حقتهم وكيف تحضر من مكان. بالنسبة للمعهد السيشن اللي هو النظام السيشن، هو يكون معهد زي اي لاي او اي ليس، اللي هو عبارة عن شهر بشهر، كل ليفل بشهر. طبعا بعد ما تخلص الليفلات كاملة في جامعات معترفة بيها وتدخلك فيها الجامعة الأخرى، أو زي نظام السمستر الموجود عندنا هنا تدرس سمستر كامل هو 3 ليفلز، ثلاثة مستويات، تخلص الثلاثة مستويات كاملة وتدخل الجامعة. أوكي شباب؟ طيب اللغة والقياس، عندنا التوفل والآيلتس. أي طالب سواء في أمريكا أو في أي مكان في العالم بيدرس والجامعة تدرس باللغة، تدرس باللغة الإنجليزية، لابد إنه يسوي هذا الاختبار سواء التوفل أو الآيلتس، ولازم تشتغل عليه من بدري في مواقع خاصة بيها، ولا تعتمد على المعهد اعتماد كلي. إذا تبغى تدرس وتبغى تكتسب اللغة لازم تحتك، لازم تسوي براكتس سواء مع زميلك مع جارك. خلاص سيب الكلتشر العربي الآن في مكان، الآن أنت هنا عندك هدف معين، الهدف هذا إنك أنت كيف تتقن اللغة هذه بالشكل الصحيح عشان تفيدك أنت بكرة النهار في دراستك إن شاء الله. بالنسبة لاختبار الآيلتس، ممكن تختبري الحجز عن طريق المواقع، لها مواعيد معينة، غالباً ما يكون ويكند سواء يوم السبت، في أي مكان قريب منك تقدر تحط الزيب كود تبعك المكان اللي أنت ساكن فيه، يعطيك بالمايل بالمسافة سواء كان في دالاس، فورت، إيرفينغ، أي مكان ممكن تحس إنه قريب بالنسبة لك وشايف الموعد بالنسبة لك كويس، لابد تختبر عشان تعرف أنت مستواك الطبيعي للإنجليزي وتشوف أنت ناقصك في إيش، إيش النقص عندك سواء في الريدينغ القراءة، إذا لازم تشتغل على نفسك في القراءة. ممكن تكون أنت في السبيكينج مرة كويس وتعتبر نفسك مرة كويس، بس لازم تروح تختبر عشان تعرف نقاط الضعف حقتك. إذا ما عرفت نقاط الضعف حقتك وحتقول خلاص أنا أختبر بعد 9 شهور، بعد 9 شهور أنت عندك فترة اللغة بس 12 شهر. بعد ال 12 شهر هذه المرحلة ممكن تزيدك 6 شهور. ال6 شهور هذه حتكون بالنسبة لك مضغ ضغط عليك. حتقول أنا باقي لي بس 6 شهور، إيش حسوي؟ لكن أنت لما من الآن شهرين تختبر الاختبار هذا، والمحقية ترى على فكرة بتعوضك على الاختبارات. يعني أنا حضرت للملحق الثقافي العيسى، الدكتور العيسى قالها بعظمة لسان، اختبر قد ما تقدر احنا بنعوضك. اختبر مرة شوف فين نقاط الضعف واجلس اشتغل عليها. بالنسبة للتوفل طبعا في نوعين أو في أكثر من نوعين عن التوفل، اللي هو عن طريق الكمبيوتر أو عن طريق البيبر. على ما أعتقد هنا في الجامعة موجود البيبر، تقدر تختبر إذا جبت 550 تدخل الجامعة بالنسبة للباشر. بالنسبة للكمبيوتر نفس الحكاية في الثلاثة، تحجز عن طريق مواقع وتشوف المكان القريب لك وتختبر فيه. أوكي؟ بالنسبة لاختبار الآيلتس، طبعا كل بالنسبة للآيلتس عبارة عن 4 سكشنز. هيكون في listening, reading, writing, speaking. أول سكشن اللي هو هيكون اللي هو listening. طبعا هيحطوا لك مسجل. المسجل هذا شخص بيتكلم. 3 parts، 3 أجزاء. الجزء الأول هيكون لغة إنجليزية بحتة. الجزء الثاني هتكون اللي هو اللهجة البريطانية لهم. الثالث هتكون بالأسترالية. طبعا النظام حق هذا بيعطوك بيبر، يعطوك لمدة نص ساعة تقريبا أو 35 دقيقة تنقل الإجابات حقتك اللي تسمعها للورقة اللي أنت حتعبيها بنفسك أو حاجة زي كذا، لأنهم يعطوك زي البيبر البوك هذه بتعبي فيها الإجابات اللي أنت بتسمعها. بعدين يعطوك ورقة الإجابة وتحطها ثاني مرة وتنقلها من البوك اللي أعطوك إياه لورقة الإجابة. أكثر الأخطاء الشائعة الموجودة إن الشباب يحسبوها ويكتبوها بس في البوك وبيسلم البوك. الإكزامينر نفسه ما يستلم البوك، بيستلم منك الورقة هذه. فأنا إيش بقول لكم؟ أفضل حاجة إنكم أنتوا تسووها إنكم أنتوا تدخلوا الاختبار هذا كتجربة أولية، تعرف إيش نقاط الضعف، تتعلم إيش الـ إيش الـ إيش البروسيجر اللي بيسووه معين عشان تتبعوه دائما. بالنسبة للريدنج بيعطوكم 3 قطع، طبعا عادة تكون القطعة الأولى أسهل لأصعب لأصعب.
طبعا بالنسبه لنا ان شاء الله باذن الله ما في شيء صعب، اذا انت اجتهدت وقريت كثير وعودت نفسك على القرايه والفهم صدقني ما حيكون شيء بالنسبه لنا صعب. بالنسبه للباب الثالث اللي هو الرايتنج، طبعا يعطيك قطعتين، يعطيك موضوعين. الموضوع الاول اللي هو كومبيرنج، كيف تقارن بين شيئين سواء بنفس الباراجراف، بار، معلومات، جدول، شريحة، فطيرة، هذه كلها انت بتبين تسوي كومبيرنج بين الموضوعين اللي اعطوك اياهم. بالنسبة للموضوع الثاني اللي هو فري رايتنج، بس له في بروسيجر معين لازم انت تتعلمه، هذه الاشياء كيف تكتبها، كيف تعود نفسك الاستيس. طبعا هذه في المعهد بيساعدوك مهما حاول، سواء انت في المعهد لا تخلي مثلا المعهد من الساعة 8 للساعة 3، حاول تروح بعد المعهد، في ناس مخصصين توترين يدرسوه، اسال، اكتب كل يوم مقال، خذ لك جريده، اقرا، هذه الاشياء كلها بتفيدك بالنسبه للاختبار ان شاء الله باذن الله. البارت الرابع اللي هو السبيكينج، طبعا السبيكينج شباب طبعا حيسالك عن اسمك، حيسالك عن اشياء مره كثير، انت لازم تكون متوقع، في كتب وفي مواقع مره مميزه، اذا الاخوان بس تحطوا ايميلاتكم في الموقع حق الفيسبوك او في ايميلات الجامعه ان شاء الله باذن الله انا حبعت ارسل لكم المواقع هذه اللي تفيدكم كطلاب لغه، كيف تدخل الاختبار، كيف تجتاز الاختبار هذا بنجاح. طبعا اختبار الجيمات والجي ار اي والسات، بالنسبه للجيمات والجي ار اي هذا لطلاب الماستر، اي جامعه تبي تقدم سواء ماجستير او دكتوراه يحتاجوا منكم الاختبارين هذه. الاختبارين هذه عباره عن تو سكشنز اللي هو رياضيات وفوكاب. طبعا الرياضيات عباره عن رياضيات الثانويه يعني كلها مبادئ عاديه بس يحتاج لها شويه ذكاء كيف تحلها وكيف تساعد نفسك انك انت تحلها بشكل هذا، هو بس الاختبار معتمد على الوقت اكثر من انه معتمد على الوقت. اوكي شباب؟ طيب بالنسبه هذا اختبار للبكالوريوس هنا في الجامعه يدوك قبول، بس اذا كنت انت طالب جديد يعني ما عندك دبلوم لازم تختبر الاختبار هذا. ولازم تجيب فيه 20 انا معتقد. صح الكلام؟ اي 20. طبعا الاختبار سهل، في كتب معينه وفي مواقع برضه حطيت في المراد انا حرسل لكم اياها تساعدكم ان شاء الله باذن الله انكم تجتازوا الاختبار هذه بسهوله. طيب بالنسبه للمبادره في تقديم الاقصى ممكنه زي ما قلت شباب، حاول انك انت تسجل فيها بسرعه تشوف مستواك عشان بكره تنافس فيها. طيب كل طالب في امريكا هنا عنده نوعين من انواع الفيزا اللي هو نظام فيزا 1 F1 و F2. الF2 طبعا مرافق يكون مع مبتعث الاساسي، بالنسبه لجدوله ممكن ينزل الجدول اللي يبغاه يدرس، وممكن اذا ما بده يدرس يجلس في البيت ما عنده اي مشكله. بالنسبه للي جاي بنظام فيزا F1 لازم يدرس فول تايم، يعني يشوف الريكويرمنت او اقل حاجه تقدر تنزلها شهر 9، 6 ساعات انت في مشكله مره كبيره، لازم تتناقش مع دائره الهجره او تتناقش مع الديبارتمنت او الكولج عشان يزيدوا لك ال3 ساعات حتى لو كانت النيجتيف. وتو فيس تو فيس يعني ان كلاس، لازم تنزل كلاسين تكون في الان كلاس، هذه مو تبديل جديد. هذا الستوب شباب نحترمها مره كويس. في السعودية أنا بالنسبة لي لما رجعت آخر مرة كإجازة وقفت فيها يا شباب والله اللي وراي صورت وقف صار يسبني يقول لي أنت كنت بتسوي حادث، أقول له يا أخي عندي ستوب إشارة وقف، يقول له إحنا ما نوقف أي لابد إنك تعطيه احترام كامل. لما يجي يوقفك رجل المرور سواء أنت عندك سيارة مو لازم شباب تفك الباب وتنزل، لأنه لو نزلت من السيارة ممكن يطلع عليك السلاح. أوكي؟ لازم تكون لابس في السيارة حقتك ويدك الاثنين بحيث انه يشوفها هي فين مكانها. هذه من الاشياء اللي مرة مهمة اللي ممكن العسكري ولازم تنزل الشباك ولو يتكلم معك وحيسألك اسئلة غريبة. هل انت معك قن مسدس؟ ما تمزح معاه شباب، العسكري ما يحب المزح هنا. حتقول له ايوه حيوقفك هطلع فتشك حيفتش السيارة كاملة. خليك صادق تسوي اللي يقول لك عليه، حتى لما تيجي تستأذن انك انت تمارة حق السيارة او وات ايفر تقول له ممكن لو سمحت انا اجيب الشيء هذا، اذا سمح لك ممكن انت تجيبه، اذا ما سمح لك ما تجيبه،
واذا قال لك انزل من السياره تنزل من السياره. هذا النظام عندهم هنا معين ضد الغير او انه يكون فول كفر. طبعا على حسب نوع السياره وعلى حسب موديلها ويختلف من التامين من شركه لشركه. طبعا التامين في تكساس هنا مره رخيص ارخص من ولايه او في الجامعه. السكن مع عائله، استئجار شقه او منزل مستقل. بالنسبه لطلاب اللغه الشباب، انا خليني على الشباب هنا، انا افضل حاجه انك انت تتعلم اللغه انك انت تجلس مع عائله، لانه طول الوقت انت بتتكلم معاهم هذا الشيء مره حيفيدك. هذا افضل شيء للشاب. تحاول صدقني اذا ما في كوميرس ممكن تدور حوالين كوميرس والعائله نفسها بتوصل. يعني ما يحتاج انك انت تكون عندك سياره اصلا. حتى الطبخ بيطبخوا لك اياه باسعار ترى مره رمزيه، يعني ممكن تاخذ من 500 ل 800 دولار. علما انك انت لو استاجرت برا مع روميتك حيصير كل شيء بالعربي، ما حتستفيد ولا حاجه، اعضاء النادي موجودين تحت امرك. اذا تبغى تستاجر سكن، تبغى تعرف اي حاجه، ممكن تشوف رئيس النادي الاستاذ فيصل، عندك مشهور، عندك بدر، اي احد من الشباب الموجودين في النادي تدخل تقول له تعال ساعدني في الايجار، لانه احيانا السكن بيلزمك بعقد معين، يعني تاخذ سنه كامله، السنه كامله هذه اذا انت قلت في 6 شهور خليني اخرج حيلزموك بالعقد كامل، حيدفعوك كامل المبلغ. غير ذو تامين. طبعا على حسب، في شركات مره كثير تقدر تسوي عليها تامين سواء عن طريق جايبو، عن طريق الشركات الخاصه هنا موجوده في كوميرس، يامنون لك على البيت بحيث انه مبلغ ما يتعدى عن 5000 او ما يقل عن 2000 دولار. حتى لو انسرق البيت بس مو تشيل البيت عارفش تبيعه تقول انا انسرقت. يعوضوك بالبيع والشراء العربيه عبر الانترنت او عن طريق الطلاب من الجاليه العربيه في المنطقه. الشراء عبر الانترنت قد يوفر عليك كثير. من ضمن المواقع هذه اللي تشتري فيها مواقع الامازون، الاي باي، جريج ليست. طبعا في فروق بينهم، طبعا ما احتاج يعني كلكم سمعتوا عن المواقع هذه. امازون ممكن تشتري وما يحسبوا لك فيها التاكس وتكون اوفر من المحلات الموجوده في الخارج. بالنسبه للاي باي ممكن يكون يعني زي الامازون حيكون مستعمل وحيكون جديد. اوكي؟ بالنسبه للموقع الجريج ليست طبعا ما تقدر تتفق مع شخص وتتصل عليه يعطيك رقم الحساب حتحول له. ممكن ما يحول لك الشيء اللي انت تشتريه، زي ما انتم عارفين في امريكا او الولايات المتحده الدي كير هنا شويه غالي بالنسبه للمتزوجين واللي عندهم اطفال. الملحقيه فقط بتدفع لك 270. انت كمرافق المبتعث الاساسي هو الذي يحق له الدراسه. المرافق المفروض يجلس مع الاطفال في البيت. هذا المعروف في الملحقيه. يعني اللي عنده اطفال وبيشتكي يقول والله الملحقيه غالي، كلنا بنقول الدي كير غالي، بس ممكن انت ترتب وقتك. في هنا الدي كير انا شفت اسعاره يعني بالنسبه للولايات الاخرى كان بالنسبه لي مره كويس. يعني يتراوح من 370 من 400 الى 900. برضه كويس، ممكن انت تخلي معك اللي هو البيبي سيتر. بس انا ما انصح بالطريقه هذه لانه يمكن ما تكون مسجله في الديبارتمنت حقها الخاص 6 سنوات ويجلس في البيت، ترى هذا مخالف للقوانين الامريكيه، فلازم يدرس. اوكي شباب؟ طبعا بالنسبه للاطفال اللي عنده اطفال هنا ينزل الوول مارت او ينزل مثلا السوبر ماركت قريب يقول خلي الطفل انا خليني اروح بس بسرعه اجيب غلط وارجع، لو شافوه حيسحبوا منه حقن فيتامين. هذا بيفيدوا مره كثير مع المستشفيات وغلاء اسعارها. بالنسبه للمبتعثين عندنا اللي هي بطاقه ايتنا. بطاقه ايتنا هذه بتفيدك مره كويس في جميع المستشفيات، تستخدمها سواء في الامرجنسي في العيادات، حتى عندك كمان نظارات شمسيه ممكن تاخذ نظاره شمسيه لحد 400 دولار. بالنسبه للمبلغ ال 50 دولار اذا رحت للمستشفى وانت عندك كحه فلنفرض حتخش حالتك ما هي امرجنسي حيدفعوك 50 دولار. لو ما دفعتها في وقتها ممكن تجيك على البريد. هذه انت ملزوم انك انت تدفعها لانه التامين ما يغطيها. تروح هناك اذا كانت حالتك امرجنسي يعني طحت مره نهائيا ممكن يستقبلوك ما يدفعوك ال 50 دولار. طبعا بالنسبه للاسنان عندكم لحد 4000 دولار طبعا تقدر تستفيد منها في اي مكان. هي وصلت لخمسة كويس. طبعا كل طالب هنا له ادفايزر، الادفايزر حقنا بالنسبة للي يدرس في الجامعة اللي هو الأستاذ انتصار أبو الحسن. بالنسبة للمرافقين في مريض وفي طبعا هذا
افضل وسيله انك انت تتواصل معه عن طريق الموقع الالكتروني الان الجديد، يسوي طلب استفسار وترسل الطلب الاستفسار هذا له خلال يومين بالكثير حيرد عليك. لا ترسل ايميلات، لا تتصل. حترسل ايميلات الان النظام الجديد ما صار يطالع في الايميلات كثير، هذا مادة اكاديمية طبعا تقدر فيها تغير الطلب تغيير المعهد والجامعة. اذا انت كنت بتدرس في المعهد هذا وتبغى تنقل في معهد في نفس الولاية تحت اشراف المشرف الجديد نفس المشرف حقك ممكن تغير المعهد من غير قبول جامعة. لكن اذا تبي تحول من ولاية لولاية لابد انك انت تجيب قبول مشروط. القبول المشروط هذا يساعدك عن اختبار الايلتس واختبار الجي اي واختبار السات. بتعوضك قد ما تبغى. الايلتس اختبار الايلتس والتوفل عندك لحد 50 مرة، عندك لحد 100 مرة. الملحقية ما اجبرتك وقالت لك 3 أو 4. بالنسبة لاختبار الجي اي يعوضوك قد ما تبغى، بس في عندهم نظام هنا الجي اي تقدر تاخذ في السنة 5 مرات. اكثر من 5 سنة اكثر من 5 مرات ما يحسبوا لك الدرجه. كثير شباب بيقول لك انا طلبت ضمان مالي للجامعه بس انا ما جاني والجامعه وقفت لي سوت لي هولد. المشكله مو من الادفايزر، المشكله مننا احنا. انت عشان تطلب الضمان المالي لازم ترسل لهم الجدول حقك الدراسي، لازم ترسل لهم كمان القبول حقك. هتقول لي واحنا عارفين ان هم عندهم عارفين ان انا ادرس في الجامعه، ليش هم ما يسووا؟ هي عندها ترى اكثر من 500 و600 طالب هناك شهر ورجعت الاي 94 والجدول حقك اللي هو ريجستريشنز والسكجول هذه لازم تبعتها. حتى الطلاب اللغه لازم تبعت الاي 94 طلاب الماستر والدكتوراه. طبعا اذا خلصت 15 ساعه تنزل لك مبلغ قيمته $1000. بالنسبه للسيمينار الكونفرنس بالنسبه لطلاب الماجستير ممكن تشوف تشترك في موقع حق الكونفرنس اللي هو السيمينارز اللي بيسووه في اي مكان في الولايات المتحده وتسوي عليه طلب للملحقيه. بس اول حاجه توقعه من الادفايزر سواء حقين البيزنس اللي هي شانه او على حسب الهاير اديوكيشن او الاديوكيشن وات ايفر تروح تسال الانترناشونال اوفيس يعرف يوجهوك لمين. هذه يوقعوا لك اياها ترسل للملحقيه يصرفوا لك تذاكر ويصرفوا لك المعيشه حقك جالس على حسابك الخاص. لازم تفتح الملف الخاص لك انت في الملحقيه عن طريق الموقع الموجود هنا في الشاشه. طبعا بالنسبه للانترناشونال افير اللي هو التوجه الى مكتب الطلبه الاجانب في الجامعه، هنا بيساعدوك على الاي 20 اللي يوقعوا لك اياه سواء اذا كنت بتسافر خارج الولايات المتحده بيشوفوا لك الجدول حقك. يساعدوك على اشياء مره كثير في دائره الهجره. اي مشكله مع دائره الهجره تتناقش مع رئيس النادي ومع الانترناشونال اوفيس. يبي يجيب قبول في الجامعه لازم يكون عنده هدف معين. انت ايش اللغه ايش القسم اللي انت بتدرسه؟ هل القسم هذا موجود في الجامعه؟ اغلب الطلاب بيدور على اقسام الجامعه من موقع الجامعه الرئيسي وهذا غلط. اول حاجه تسويها الجامعات الموصى بها. تدخل على الجامعه اللي انت حاططها قدامك وتشوف ايش التخصصات المعترف بها. بعد ما تشوف تدخل على الموقع الالكتروني حقك اللي خاص بك برقمك تروح عند مكتب فيديكس بالشهادات حقتك الاساسيه الاصليه مو صور. تروح هناك تقول لهم هذه الشهادات الاصليه حقتي انا ابغى اسوي منها كوبي وابغاكم تعطوني شهاده طبق الاصل وبرسل هذه الشهادات للمكاتب اللي يسووا الايفالويشن. ممكن تبعت الورقه هذه الشهادات حقتك لقسم خاص في الملحقيه هم بيختموا لك عليها ويقفلوا لك اياها وبيرسلوا لك اياها مره ثانيه. هنا في الجامعه اذا عندك دبلوم بعد الثانويه ما يطلب منك سات. يخلص اللغه تدخل الجامعه على طول. لكن اللي ما عنده دبلوم هو اللي لازم يختبر السات ويختبر المشكله هذه. الاف 2 فقط للابناء والازواج فقط، ما في احد ياخذ اف 2 يعني مثلا مراهق مع اخته مثلا يبغى يجلس في امريكا ويقول دراسه ويقول مره ما يسمع نظام امريكي. لازم يا اب يا لا لا اف 2 ياخذ الطالب الاخ لا لا ما ياخذها بي 1 بي 2 بي 1 يس او الزوج او الزوج هي بس اف 2 لا ولا طالب.